شيخ، إذا كان لي في ذمة رجل مبلغ قدره 100,000 ريال مقسطة، واستلمت بعد مضي سنة 24,000 وحلت الزكاة، هل أزكي 24,000 أم أزكي 100,000 كاملة؟ كيف 24,000 و100,000؟ شلون هذا؟ هي أقساط في السنة أستلم منها 24,000 وفي ذمة 100,000. نعم. فإذا حال فارس، هل أزكي 24 التي وصلتني؟ أي نعم، أزكي 24 التي وصلتك فقط. فقط. ثم إذا جاء الحدث الثاني زك 24، ثم إذا تمت المدة زك ما بقي لكل السنوات الماضية. جزاك الله خير. إذا قبضته. فهمت الآن؟ نعم.